معظم المشاكل في البيوت يا رعاكم الله كما يلي. اسمع، كنت عندما خطبتها جميلة رشيقة تتكلم بطريقة جميلة، الآن صارت ممتلئة الشحم والعظم، كئيبة الوجه، أراها فكأني أتذكر والعياذ بالله شيطان الرجيم. أتمنى اليوم لا أرجع إلى البيت، أتمنى أرجع ولا أراها. لماذا؟ لأنك أطلقت العنان لناظريك. البعض يقول امرأتي لا تتمتع بجمال نساء الفضائيات، امرأة الفضائيات تتلوى كالأفعى. انظر إلى الفضائيات، فلانة تخرج إلى الناس عارية، صدرها ورقبتها ونحرها وعضديها وقل إن شئت فخذيها، عارية أمام الناس، تتلوى تتمايل تتكلم بكلام قبيح. يتصور أمامه الآن، أريد مثل هذه المرأة، استغفر الله العظيم، تريد منها ماذا؟ يعجبه الحركات. ماذا يعجبك منها؟ حركاتها. إن شئت ابحث عنها، والقصص كثير، ما من امرأة من هذه إلا وعلامات الاستفهام توضع، فلن تجد واحدة منهن اكتفت بزوج واحد، تزوجت واحد واثنان وثلاثة وأربعة، كلما يعجبها رجل تتزوجه. هي هي هي، أتحب أن تكون امرأتك مثلها؟ لا طبعا، مش ممكن. إذن هذه المشكلة أتت من إطلاق نظرك أنت وعدم رضاك بما قسمه الله لك. لكن على الجانب الآخر، لابد للمرأة أن تتزين وأن تتجمل وأن تجعل البيت روضة غناء لزوجها، ولا تجعله يفر منها كما يفر المجزوم من الأسد. فر من المجزوم فرارك من الأسد. منع الرجال بسبب كثرة ما نرى فضائيات، ويعني اللي يرى في الشارع يفتن والله من كثرة ما ترى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا القضية، إذا نظر أحدكم نظرة إلى امرأة فأعجبته، وهذا وارد، إن الرجل يمشي في الشارع فيجد امرأة تسره، فماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليأتي زوجته، بسرعة يرجع إلى البيت ليأتي زوجته فيذهب الله ما في قلبه، على طول تضيع منه الشهوة دي. لكن للأسف يرجع البيت يلاقي أمنا الغولة في البيت، يعمل ايه؟ طلبها، تقول له انا مشغول. اذا من حقوق الرجل على المرأة، لا تأذن في بيته الا باذنه، ولا تخرج من البيت الا باذنه، ولا يحق لها بحال من الاحوال ان تبيت في غير بيت زوجها حتى ولو كان بيت الاب الا باذن الزوج. جميل. أيضا ولا تخرج للعمل إلا بإذنه، مشكلة ومعضلة كبيرة في المجتمع لنعيش، ولا تخرج للعمل إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه وتساهل، قل تسامح في حقه، أصل المرأة حبيسة على الزوج، أصل المرأة ووقت المرأة وعمل المرأة حبيسة في البيت لأولادها وزوجه، طبخ، كنس، تقوم البيت، تقوم على رعاية شأن الزوج والأولاد والبنات. كذلك من الحقوق للزوج على المرأة ألا تمتنع عن فراشه في أي وقت كان، ولا تتحجج له بحجة، ولا تعتذر له بعذر. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وغيره، إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت، تعالي أريده، فأبت فباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فلا يجوز لامرأة أيا كان العذر، حتى ولو كنت في الحيض،
حتى لو كانت المرأة حائضة لا يمتنع للرجل أن يستمتع بها دون الفرج، دون الفرج تضع الإزار على فرجها ويتمتع بجسده، كما تقول السيدة عائشة كان يستمتع بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقي على الفرج الإزار ثم يستمتع بما دون ذلك. إذا كيف يستمتع الرجل من زوجته الحائض؟ عندك الجسد كله إلا القبل والضبر، هذا مباح. لكن المرأة تعتذر، لا لا أنا عندي الحيض، لا أين يذهب هو؟